على الهاتف الاستاذ عمرو صلاح المحامي بالاسكندريه، عنده وجهه نظر في موضوع المساكنه. اهلا يا استاذ عمرو. مساء الخير عليك. سامعني يا استاذ عمرو؟ اما هو بيسمع من التليفون يبقى اكيد على التليفون. سامعني كده؟ انا سامعك كويس. استاذ عمرو، ايه رايك في فكره المساكنه قبل الجواز؟ وانت شايفها ازاي؟ ايه المعنى؟ هو الحقيقه فكره المساكنه انا شايفها بخلاف اراء كتيره، هي فكره طبيعيه. يعني من الطبيعي من اي اثنين ان هم بدل ما يدخلوا في سيناريو غريب جدا اللي هو سيناريو ليله الدخله، هو خايف، هي مرعوبه، خايفين من عدم النجاح الجنسي، وخايفين من مشاكل عاطفيه بينهم وضغوط الحياه وحاجات كتير. لا، هم ياخدوا فتره جميله ما بينهم، شهر شهرين. طب وهي ليله الدخله هتختلف لما تبقى مساكنه؟ ما هي نفس الخوف ونفس الاحساس، لا زائد احساسها بانها هربانه من الناس وخايفه وهو خايف، ده بقى ثانيه. هقول لحضرتك هناك فرق بين التعامل في مجتمعنا احنا وبين المجتمعات الثانيه اللي هي المتقدمه نسبيا. تمام. المجتمعات دي ما فيهاش فكره الرعب من العلاقات الجنسيه الغذائيه، العلاقات الفرديه. تمام. المجتمعات دي بتقدم لافرادها الحريه الجنسيه والحريه الفكريه والحريه السياسيه، حاجات كتير يعني. اللي يهمنا فيها دلوقتي هي الحريه الجنسيه. تمام. ان الانسان ما يعيش مكبوت، ما يعيش محروم. يعني هل المساكنه الهدف منها الحريه الجنسيه؟ الهدف منها مش الحريه الجنسيه، الهدف ان الانسان يكون مستريح في حياته العاطفيه، وان هو يكون منسجم مع شريكه حياته، سواء كان هيتجوزها بعد كده او الجواز ده يعني مش هيحصل. ما بتشوفش ان ده متحقق من خلال فترة الخطوبة والقعدة والخروج والحديث وكله؟ والله الحقيقة استاذ خيري ده مش كافي، لان احنا بنشوف دايما في علاقات كتير بيكون في حب موجود. يعني انا اعرف واحد صديقي بيقول لي انا كنت بغني لها تحت بيتها ولا كاني محمد منير ولا عمرو دياب، وبالرغم من كده بعد الجواز حصل بينهم مشاكل مالهاش حق. انت عندك كام سنة يا استاذ عمرو؟ 31. لسه ما اتجوزتش؟ الحقيقة لا. هل بتعيش تجربة المساكنة؟ لا، ما عشتهاش. هل انت بتتمنى تعيشها ومش هتتجوز غير لما تعمل فكره المساكنه؟ والله لو في امكانيه ماشي. الامكانيه دي اللي هي ايه؟ انك تلاقي واحده تقبل بالفكره؟ لا، مش ان الاقي واحده قبل بالفكره، ان انا الاقي مسكن مناسب للموضوع. ان انا الاقي انسانه ما عندهاش مشكله في انا معاك طبعا ان هي لازم تكون راضيه، بس في نفس الوقت لازم برضه تكون متخلصه من موروثات المجتمع. يعني مش مثلا تبقى راضيه وبعد شهر تقول لي انت ضيعتني. ده فكرك هو فكر البيت؟ يعني لو سالتك بشكل مباشر اذا كنت مؤمن بالفكره، لو لك شقيقه او عندك بنت وجت قالت لك انا بحب واحد وهروح اسكن معاه اعيش معاه في البيت، اذا عجبنا بعض بعد سنه بعد اتنين نبقى نتجوز، هتقول لها اوكي طالما انت وهو مقتنعين؟ والله يا استاذ خيري يعني، بس بصراحه لو سمحت، انت دلوقتي بتزنقني عشان اقول لك لا؟ طب ما انا لو قلت لك لا انا ما ارضاش يبقى انا كده احرجت نفسي وشكلي بقى وحش قوي قدام الساده المشاهدين. لا 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 لا، ما انت لو هتهتم بنظره الناس يبقى انت عامل حساب المجتمع. يبقى طالما احنا حريصين على المجتمع يبقى فكره المساكنه مش وارده، واذا كنت مش هتقبلها على محيطك او عائلتك فمش هتقبلها على بنت تانية، دي الفكره. طب ممكن اجاوب؟ اتفضل. انت حضرتك دلوقتي كده جاوبت بدالي، لما نفيت النفي بتاعي وقلت لي اكيد انت هتاكد وجهه نظرك واكيد هتتمسك بيها، يبقى انا هنا بقول لك ايوه انا موافق وشايف كل انسان حر، سواء كانت اختي او امي او تمام. هحترمك جدا، ده رايك، انا محترمه جدا. طيب ده كنت. هل يا دكتوره عايزه تناقشيه في اي حاجه عمرو؟ خلينا نتناقش نشترك في الحوار. معايا الدكتوره سمر كشك استشاري العلاقات الاسريه، وبنتناقش يعني بنفهم مش اكتر. على فكره انا لا ادين رايي الشخصي ليا شخصيا، لا اتدخل. اتفضلي يا دكتور. حضرتك لو عرفت واحده كانت عامله مساكنه وطلعت قالت انا مش منفصله انا كنت ساكنه، هتقول لها ايه؟ هترضى بانك تتجوز حد زي كده ولا لا؟ طلعت منفصله يعني هي خبت عليا الحقيقه يعني قبل ما ترتبط بيا؟ لا، انا اقصد ان هي قالت انا كنت في مساكنه، حضرتك ترضى تتجوزها؟ طب يا فندم انا دلوقتي بقول لك انا عن نفسي احب اعمل مساكنه مع بنت، تقومي تقولي لي انت مش هترضى تتجوزها بالطريقه دي اذا كانت هي عملت الموضوع ده من قبلك؟ يعني طب ازاي؟ لا، ما احنا بندور على تناقض ربما يكون موجود في طريقه تفكيرنا، كلنا عندنا تناقضات. لا، انا بشوف الست اللي هتطلع من العلاقه دي اسمها كانت في مساكنه،
يعني اللي منفصله اهي كانت منفصله كانت متجوزه، اللي ما كانت مخطوبه. يعني احنا عندنا في مجتمعنا اللي بيبقى مكتوب كتابها وبتنفصل بعد كتب الكتاب تبقى بقى مشينه، ما بالك واحده كانت عايشه مع واحد بدون اي حاجه رابط رسمي وتقول كانت في مساكنه وتدور على واحد كان نفس ظروفها، او تعمل بقى مساكنه مع واحد واثنين وثلاثه وتضاهي ما بينهم. احنا بنعمل حاجات بتدمر المجتمع وبتدمر العلاقات وبتفسد النفوس الناس، لان هي زي ما عملت مساكنه مع واحد ما هتعمل مع واحد واثنين وثلاثه وتقارن ما بينهم. اصل دي مش علاقه ارتباط بتحبه وبيعرفوا بعض. لا هي ممكن تبقى مساكنه بتحبه. لا لا تفرق. مش اتنين بيتفقوا ان احنا نروح نعيش في شقه. ايوه لا انا اقصد ايه الاتنين بيحبوا بعض كعلاقه عاديه اللي هي من بعيد لبعيد بيتكلموا بالليل. لا نموذج المساكنه هنا ما انا بسال ايه ان احنا في مجتمعنا لما بعرف ان واحده كانت بنت كانت بتحب ولد في رجاله لا تقبل انها تتجوز واحده صحيح. كانت مرتبطه بواحد قبل كده. ايوه في ما بالك اللي تيجي تقول انا كنت عامله مساكنه. بس برضو في نفس المجتمع ده في ناس عايشه مع بعضيها وملهاش دعوه بالمجتمع. انا مع حضرتك في نفس المجتمع مع حضرتك بس الحمد لله انها مش ظاهره، انها حاجات لا سلوك مظاهرة. فردي لحد النهارده. فاحنا بنقول علشان الشباب اللي بيسمعنا هو مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي وفي ناس معاها. خلي الحكم العام ده للاخر، وعايز برضو عشان معايا الاستاذ عمرو. استاذ عمرو هل تعرف حد قام بهذه التجربه من اصحابك وشفت انها تجربه ناجحه، ولا انت باصص للغرب واللي بيحصل فيه؟ الحقيقه انا اعرف نموذجين عملوا التجربه دي وكانوا سعداء مع بعض، في تجربه منهم انتهت بالجواز وفي تجربه ما انتهتش بالجواز. تمام. لكن المشكله مش في التجارب الفرديه وبس. ايوه. المشكله الاكبر ان احنا لو نبص للغرض اللي حضرتك ذكرته يعني دي يعني نشوف النسب في امريكا عامله ازاي. يعني المساكنه اصلا اول ما بدات في بدايه القرن العشرين كان حوالي تقريبا 1930 يعني كانت بدايتها بسيطه خالص، كان حوالي 2% بس من الامريكان اللي ممكن يقبلوا يدخلوا في حاجه زي كده. نعم. بعدين لما وصلنا لحوالي 1980 تجد ان حوالي 60% من الامريكيات بداوا ان هم يقبلوا او فعلا دخلوا في علاقات زي دي بالفعل. وحاليا 70% من الامريكيات اختبروا حاجه تشبه المذاكره. في مجتمعات ثانيه فيها النسبه اكبر. هناك حاله من النجاح العاطفي، النجاح الرومانسي، الناس مبسوطه، الناس سعيده. مفيش القيود اللي موجوده عندنا في مجتمعنا. فانا شايف ان احنا لو هنحكم على مساله المساكنه نروح برضو للمجتمعات المختلفه اللي طيب طالما انت دارس ومتخصص في المساله، لو واحد اتجوز واحده وخلفه هي حملت وانت عندك القانون، علشان انا بحدا هنا، انا هنا ما بتكلمش في الشرع لان انا عارف ان الشرع بيقول ده حرام، لكن القانون لا يقر هذا ومش هيسجل الطفل، يبقى انا بعمل ده وانا بعرض حياه طفل ومستقبله للخطر ازاي؟ لا ما هو انا مش هعمل ده واخلف. انا بتكلم هنا على المساكنه في اطار. واذا حصل حمل تحت اي ظرف هتروح تجهض؟ والله يا فندم انا بحط كل الاحتمالات يعني. طيب اذا حصل حمل والله في وسائل ثانيه للاجهاض، في وسائل ثانيه للاحتفاظ بالطفل وايقاع زواج رسمي، الا بقى ان هم يتجوزوا يرتبطوا رسميا عند مأذون او بورقه عرفي. طب ما كده هيبقى جواز اضطراري رغم انه لم يكن جاهزا او هي لم تكن جاهزه، فهنضطر عشان الطفل بس نكتب كتابنا او نتجوز، وتبقى في النهايه دخلنا في مصيبه ثانيه انهم ينفصلوا بعد شويه لانهم اكتشفوا ان المساكنه ما كانتش كافيه ولا ناضجه. يا فندم اصل يعني حدوث حمل مع اتخاذ كافه الموانع ده احتمال بسيط جدا ممكن، لكن موجود 1%. موجود. طب هو انا هوقف حياتي عشان احتمال 1% يا استاذ خير؟ معقول يعني؟ هو انت بتعتقد ان ده توقيف حياه؟ ان يعني هل المساكنه هي الحل المثالي؟ هل التجارب حتى في الغرب واللي انت قريته انتجت؟ انا اللي انا بشوفه ان الاطفال بيطلعوا مشوهين وهما بيدوروا على نفسهم او اهاليهم من خلال حتى الدراما الامريكيه، وانا بتفرج عليها كويس قوي. الاطفال بيطلعوا عندهم امراض نفسيه، والمراه بتخرج من التجارب دي عندها انهيار عصبي وبتدخل في علاقه واثنين وثلاثه واربعه. ايه الجايد، ايه النموذج اللي انت شايفه يمكن تطبيقه ويمكن القبول بيه؟ والله يا استاذ سيدي انا اتعودت في حياتي ان انا ما صنفش الامور يا اما جنه يا اما نار. يا اما 100% يا اما 0%. لا الامور ممكن ناخدها بمنطلق. طب ما ده ينطبق على الزواج بنفس نظريتك. لا ما هو انا مش ضد الزواج الدستوري، انا مع ان احنا يكون عندنا البالانسين في المجتمع. يعني نسمح بالراي الاخر، ما يبقاش كل حاجه زواج رسمي. ولو في سلبيات حصلت بسبب المساكنه ده موجود في الغرب وممكن يحصل هنا، بس انا مش هقعد طول عمري خايف ادخل حاجه جديده لان دي ممكن تسبب لي مشاكل بعدين. انا شايف ده يعني تفكير
ساذج شويه. طب ما بيشغلكش فكره الحرام والحلال؟ والله انا شايف ان احنا في حاجات كتير قوي ممكن تبقى حلال وهي في نفس الوقت مضره، وفي حاجات ممكن نبقى محرمينها وهي برضه تبقى في حاجات حلال بتمارس خطا وبتمارس ضد الشرع والدين. ده صحيح يعني. زي اجهاض حق المراه، حقوقها بعد الطلاق، نفقتها، حضانتها. لا انا ما بتكلمش في كده يعني. بص حضرتك لو هنتكلم مثلا على فكره الدخله البلدي، معلش يعني انا هتكلم عليها بشكل سطحي عشان ما اضايقش طبعا المشاهدين او كلامي. المهم ان البنت في الاخر بتفقد زوجيتها بمساعده بعض النساء وفي البلد بيحتفلوا بده وبيعملوا فرح. طب ما الكلام ده ممكن دينيا لو سالت شيخ هيقول لك والله انا ما اعرفش، ما اقدرش اقول حرام، خلينا نقول مكروه. حاجه زي كده بتحصل كتير والدين ملوش راي حاسم فيها، لكن بتحصل. طيب خلي